إذن للوقوف عند تطور الأوضاع في السودان مع اختراق أطراف الصراع للهدنة ومحاولات الدول إجلاء رعاياها، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المحلل السياسي السوداني خالد الأعيسر. أستاذ خالد، مرحبا بكم. في اليوم التاسع من الاحتراف في السودان، العنوان الكبير لهذا اليوم هو إجلاء الرعايا الأجانب. هل بات المجتمع الدولي على قناعة ألا حل قريبا لهذه الأزمة في السودان؟ التحية لك ولمشاهديكم الكرام. ربما يعني يجب أن يقرأ هذا الحدث في سياق مختلف في تقديري الشخصي. في الظروف العادية لحروب ونزاعات، عادة ما تقدم الدول على خطوة إجلاء الرعايا من هذه البلدان التي تشهد توترات، والحالة السودانية ليست استثناء. ربما الشواهد على الأرض من خلال العمليات التي جرت منذ تاريخ 15 أبريل حتى اليوم يتشهد يعني انحسار كبير للعمليات العسكريه، لا سيما في الاقاليم السودانيه واكثر من 17 اقليم تمت فيها السيطره بصوره كامله على قوات الدعم السريع، منها من سلم طواعيه الدور والممتلكات والالات العسكريه كلها، ومنهم والاسلحه، ومنهم من قاوم بعض الشيء، ولكن حسمت هذه المعارك وكانت هذه المعارك في مدينتين. اما في الخرطوم الذي يحدث الان هو جيوب متفلتة من بعض منتسبي هذه القوات، وتعلم أن القوات المسلحة السودانية في أول يوم للعملية قامت بتدمير المغارة الرئيسية لهذه القوات والمعسكرات وحتى مراكز السيطرة والقيادة، وهذا انعكس سلبا على صعيد العمليات على الأرض، باعتبار أن هذه القوة كانت غوامة عدد ضخم من الجنود انتشرت في العاصمة المثلث الخرطوم في المدن الثلاث، وأصبحت بمعزل وعدم اتصال مع قيادتها العسكرية. ولكن مع مرور الأيام الأمر يبدو أنه في اتجاه للهدوء أكثر مما كان عليه الحال. وفي تقديري هناك رسالة ربما إذا سمحت لي من هذه العملية، وهي أن بعض الدول التي سحبت رعايا يعني هناك رسالة مهمة للشعب السوداني على الصعيد الداخلي، أنها كانت فاعلة هذه الدول في التصعيد وتوتير الأجواء، وهي التي تبنت إشعال الحريق السوداني من خلال استفافة مبعات القوى المدنية ودعمها لما عرف بالمشروع الاتفاق الإطاري الذي رفض الشعب السوداني وكل مكونات الحياة. وبالتالي على الصعيد الخارجي هي الآن تتعامل مع المكون الأقوى وهو القوات المسلحة السودانية حتى تسحب رعايا، تعاونت مع سلاح الطيران، تعاونت مع الطيران السوداني، تعاونت مع المؤسسة العسكرية، وهذا ينم عن أنها تتعامل مع الشق الأقوى، فهذا يدعو للتساؤل والغرابة. لماذا هي صمتت عندما اندلعت هذه الأزمة، ولماذا لم تستهجن السلوك الذي مارسته قوات الدعم السريع؟ وقد تحدثت الخارجية الأمريكية اليوم عن أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق مع القوات المسلحة السودانية، وأن قوات الدعم السريع لم يكن لها أي دور في هذه العملية بخلاف أنها لم تطلق النار على هؤلاء الرعايا. إذن هذه قضايا يجب أن ينظر لها في سياق هذا الحديث. ولكن أستاذ خالد، الطرفان المتحاربان استطاعا أن يهيئا أجواء إخلاء الرعايا الأجانب وبالتالي إزاحة القتال إلى مناطق بعيدة عن عمليات الإجلاء، ولكن السؤال المطروح، هل يحاول كل طرف أن يظهر تمسكه بقواعد القانون الدولي أم ماذا تحديدا؟ ودعني أضيف لك معلومة مهمة للغاية. أولا، المؤسسة العسكرية ومؤسسة القوات السودانية نحن لا نحاز للطرف باعتبار أن هذين المكونين هما من أبناء الشعب السوداني وهما أيضا مكونات ومن مقدرات الأمة السودانية، ولكن العقيدة العسكرية التي تربت ونشأت عليها المؤسسة العسكرية الممثلة في القوات المسلحة السودانية هي قوات تأسست في 1925، وهي يعني مؤسسة عسكرية محترمة، ربما تعاونت مع دول متمكنة في المجال العسكري، وكانت للقوات المسلحة السودانية أدوار تاريخية مشهودة منذ حرب البحر الكاريبي وامتدت حتى عبور خط بارليف وحرب أكتوبر، وبالتالي هي تتبع سياسات تجلت بصورة واضحة في عدم غصب المدنيين. الآن قوات الدعم السريع تحتمي بدروع بشرية من قبل المدنيين، ولكن الجيش السوداني تحفظ على فكرة الغصب باعتبار يعني الحفاظ على القوانين الدولية التي ترفض مثل هذه الأشياء. أما الدعم السريع هي ظلت تمارس سياسات تفلتة، اعتدت على عدد من الدبلوماسيين من بينهم الدبلوماسي العراقي قطري، وتعدد على كثير من الدبلوماسيين الأندونيسي على ما أظن، وعدد من البيانات صدرت من المؤسسة العسكرية تستعجل الممارسة التي مارستها قوات الدعم السريع في الأيام الماضية. إذا هناك تسابق لكسب ونيل أو التعاطف الدولي، وتعلم أن الدعم السريع حتى عندما أقدمت على دعم فكرة الاتفاق الإطاري هي كانت تريد أن تخطب ضد المجتمع الدولي، لأنها استشفت إلى قوة مدنية
وتحت لها فرصة الفرار خارج مؤسسة الجيش لعشرة أعوام في ظل قيام نظام ديمقراطي منتخب. كيف لدولة أن تبقى برأسين عسكريين وتبقى هناك قوات عسكرية مكونة من جسمين في ظل فكرة الترسيخ لقيام انتخابات؟ هذا يتنافى مع الأجواء التي تدخل الديمقراطية وترسيخ القيم الديمقراطية. وبالتالي هي منذ اللحظة الأولى أرادت أن تنال رضا دولي لما لها من تاريخ ربما وتحفظات ودورة في الإقليم، وهذا الأمر يدفع لكي تتحدث بلسان وتمارس أفعال مختلفة تماما مما تصرع به الإرهابات. أستاذ خالد، في ظل الانشغال بإجلاء الرعاية الأجانب، كيف تقيمون موقف المجتمع الدولي من هذه الأزمة؟ لماذا لم يتم التدخل الفعلي لوقف الاقتتال بين الطرفين؟ المجتمع الدولي ظل يعني يلعب ورقة عدم يعني عدم توازن، ينحاز للبعثة الأممية التي هي كانت أساسية في خلخلة الأوضاع الأمنية واصطفاف لمجموعة حزبية صغيرة. المجتمع الدولي لم يلعب أي دور إيجابي في السودان، بل على العكس ظل متفرجا. حتى الدول الكبرى تمارس سياسة فرق تسد وتخلق يعني فراغات في المنظومة المجتمعية الحزبية، وبالتالي الشعب السوداني لا يعول كثيرا على هذه القضية. ولكن كان واضحا أن المجتمع الدولي هو يعلم أن هذه القضية ستقود إلى تفكيك المفكر، لأنه رعى رعاية كاملة للاتفاق الإيطالي، واستواد الأعظم من أبناء الشعب السوداني كانوا يرفضون هذا الاتفاق، بل تنبأ كثيرون وكتبنا في ذلك ربما قبل أشهر طويلة أن هذا الاتفاق سيقود إلى مواجهة عسكرية وغسكان بخلاصة. أستاذ خالد، في ظل كل هذا التصعيد وغياب تدخل دولي حقيقي لوقف الحرب، كيف ترون أوضاع المدنيين العالقين في حرب يعني لا ناقة لهم فيها ولا جمل؟ يعني تجري مجهودات على قدم وساق لتقديم يد العون للمدنيين السودانيين. هناك تضافر مجتمعي ضخم، معظم الذين غادروا العاصمة الخرطوم إلى الأرياف والقرى والمدن وجدوا رعاية كاملة من رفاق والسودانيين، ولكن بالتأكيد أوضاعهم مأساوية. هم يدفعون ثمن ويسددون فاتورة لقضية هم ليسوا يعني لم يكن لهم فيها أي دور، ولم يتورطوا في ارتكاب أي أخطاء، بل على العكس الشعب السوداني ظل يعني يسدد رواتير بايظه الثمن بفعل النخب السياسيه الفاشله، وهذا امر يؤسف له. ولكن واضح من خلال التجربه الحاليه ان السودان اذا قدر له ان يستقر بعد ان دمج قوات الدعم السريع التي هي كانت تستنزف قدرات يعني خرافيه لا تقدر باثمان، كانت يعني تصرف من رحمة الدوله السودانيه من وزاره الماليه وتستثمر اموال الشعب السوداني وتسيطر على عصبه الحياه الماليه، ولكن لا تلغي بالا لتقديم خطوات في سياق خدمة الأمن الوطني أو الشعب السوداني. وبالتأكيد إذا تم حسم قضية الدمج سيشهد السودان انفتاحا واستمرارا أكبر مما كان عليه. طيب أستاذ خالد، أنت قلت في معرض كلامكم أن الوضع يتجه إلى الهدوء نوعا ما، ولكن هناك من يعتقد أن هذا الاحتراب سيمتد ربما لأشهر أو سنوات، ما دقة هذا الاعتقاد؟ هذه التكهنات لا يسندها ما يواقع على الأرض. أنا ضربت لك أمثلة حية. السودان 17 ولاية من هذه الولايات الآن لا تشهد ولا إطلاق طلقة واحدة. كل الأقاليم السودانية على امتداد الخارطة الجغرافية تم استقرار فيها بصورة كاملة، وأصبحت مؤسسة الجيش هي التي تقضي بزمام الأمور، ولم يعد فيها وجود لدعم سريع. بل كل الذين منتسبي الدعم السريع إما أنهم سلموا أسلحتهم أو تركوا الخدمة أو ذهبوا حيث شاءوا. إذن القضية كلها في العاصمة الخرطوم، وتعلم أن حرب المدن تأخذ بعض الوقت. هذه تجربة ربما تحتاج إلى توخي نوع من الدقة في العمل العسكري، لكن لو قدر للجيش السوداني يتعامل بكل قدراته العسكرية فإنه قادر على حسم هذه المعركة، ولكن ذلك سيتسبب في أضرار. ولكن أنا في تقديري ومن خلال متابعتي أن الأمر لا يعدو فترة وجيزة وتعود الأمور إلى ما كانت عليه، خاصة أن الجيش يفرض طوقا أمنيا كبيرا استطاع أن يمنع أي وصول للإمدادات لهذه القوات، وهذا وحده كفيل بإضعاف هذه القوات يوما بعد الأمر. من لندن المحلل السياسي السوداني خالد العاسر، شكرا جزيلا لكم.